لك يا حبيبي طم مني عليك، انا ذكرياتك حب عمرك مش ناسيك. لا 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 هلا والله، هلا 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 بعمري انا، هلا اللي بحبه انا، هلا اللي بموت عليه انا. اوكي يا جماعه، سو زي ما عودتكم بدايه انه الفيديو باخذ 3 تعليقات ايجابيه عن طريقه كثير عشوائيه. سو معي هون اللابتوب تبعي. من سيفوز بالبونبون؟ دودي محمود من مصر، انا بحبك قوي 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 يا حبيبتي، وكلياتنا نروح في التعليقات ندعي لدودي محمود انه الله يعطيها اللي في بالها وتفوت لكلية الطب البشري، ولكن ابشرك انك ستندمين كثيرا. وانيا توتا كلش كلش احبتش، وهواية اموت على اللهجة العراقية، هواية احب، اتمنى اني احدش عراقي، بس ماكو، ما عندي رفيقات من العراق. تصيرين صديقتي؟ ما بعرف، حسيت عم بحكي كويتي على شوية عراقي، ما بعرف زبطت معنا او ما زبطت، بس هواي هواي احبكم يا روحي انا. اما التعليق اللي عن جد واو، هو من بنوتة حبوبة من الكويت. شكرا 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 حياتي على تعليقك الايجابي اللي بجنن. اما التعليق الفائز بالسؤال تبع الحلقه تبعنا اللي بيحكي عن الفرق ما بين الفيروس والبكتيريا، وبقول لك يا احمد اول شيء انه دراستك في البكالوريا ما راحت على الفاضي، وتعبك وسهرك جاب نتيجه. الله قديش عم بحكي، مسكين زوج المستقبل الله يعينه، امه داعي عليه بالخير. وبلا حبايبي ما بطول عليكم اكثر من هيك، بخليكم مع الفيديو. أميغوس، أنا ميرا. إذا كنتوا هاي أول مرة بتشوفوني فيها، لا تنسوا أنكم تشتركوا في القناة، تضغطوا على زر السبسكرايب الأحمر أسفل هذا الفيديو، حطوا لهذا الفيديو بيج لايك مشان تدعموا هاي السلسلة اللي هي سلسلة عن حياتي أنا كطالب الطب. قبل ما نبلش بالحلقة تبعنا، مين اللي اشتاق لي؟ مين اللي ما اشتاق؟ ليش ما سألتوا عني؟ لايك غبت عنكم شي أسبوعين، ما قلتوا ميرا فينك، ما رحتوا خبرتوا عني في المستشفيات، رحتوا للبوليس، فيني ميرا، ليش ميرا ما نزلت فيديو؟ ليش ما قلتوا لي يا ميرا اليوتيوب بدونك ضلم عتم؟ حسسوني بالاهتمام، احنا ملناش غير بعض. بعرف انه انا مجنونة، وحاليا رح اخذ اغراضي كلياتها واروح لكوفي شوب. انا لما بكون زهقانه وما بدي مثلا بدرس وكل شيء، بروح ادرس في الكوفي شوب. اليوم رح نسوي هالشيء. سو جايز، انا غيرت، شايفين قد لك قفازات وهو ما بعرفش ايش وجاكيت، لانه هالقد الطقس لايك برا شوب كتير، ما بحكيكم قديش برا شوب، صح ما ياسر؟ لدرجه انه انا مفكره حالي في الكويت، فكرت حالي في الكويت. يلا روح الكويت، فيها بترول، فيها فلوس زي الرز. من ايه البترول هنشربه؟ لا، بتزوج حدا غني هناك وبستقر في الكويت. بس الحين بس انا لسه عند قراري. تذكري اخر فيديو؟ ليتس جو. مني على فكره انه بيقولي اي لاف، غير منك عشان تتجوزي؟ لا، عشان انا، لا مش قصة انه انا حتجوز، انه هو حيقولي اي لاف يو بيبي، وانت مش حدا حيقول لك اي لاف يو بيبي. انا فروجيتوس دايما بيقول لي اي لاف يو بيبي، انت ما عندكش فروجيتوس. رح اشتغلي على حالي. انا قسما بالله متخلفه، اثبت الدراسات العلميه انني متخلفه. اه يا رجلي، اه انت فرفوره قوي يا ميس. هي راحت للجيم وتمرنت كتير لك اكثر من لازم، فكل شوي انا مش قادره امشي، انا ما امشي، انا بكره البنات اللي على فكره زي هيك. اه والله، امسكيني امسكيني يا ميرا، انا مش قادره. انا ما بقدرش، ما اتريقش. شايفين قد ايه بحكي صرت مصري؟ من ورا هاي البنت بوم. شوفوا يا جماعة تجهيزات الكريسماس، وشوفوا كمان من ناحية هاي. سو رايحين لكوفي شوب كامباني. ما اسم ترقص؟ شو بيقولوا من فوق؟ من انتما مع شو؟ مع عمر اديب، ومن تحت عندنا مع عمر اديب. مين عمر اديب؟ هذا شيخ؟ دعاية اسامة. المهم فهمت الفكرة، بس هاد مشان البرد، يعني انا مش عم بتمسخر عليه. سو هون معنا المنيو، راح اختار هلا الاكل. ليش اخترت الاكل؟
رح بلش هلا مذاكرة ورح اشوف انه قديش لايك مخلص الشيء اللي علي، فلازم انه هلا بخلص هاي المادة اما تستمتعوا بحياتها وتمسكوا الواتساب من هنا والانستغرام من هنا. سميرة تتعذب هنا سو العالم كلها عم بتذاكر واللي عم يشتغل. هاي جايز، النهاردة احنا هنجرب الكابتشينو كده ونحاول نفتح قناة اكل ونحن نحن معي. كده نكون خلصنا الفيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم والترميسو عجبكم والكابتشينو. بحب الترميسو على فكره، بحب حد بيت. خلصت مذاكرة، صراحة ما عادش أصلاً في إني أذاكر أكثر من هيك، لإني بس إنه ثلاث ساعات يعني تنين، وحأقفل 24 ساعة بدون نوم. شو هلا رح نروح أنا وإنتو سوا، بروح بشتري هيك أكل حلال من مطعم هون اكتشفته جديد يبيع أكل حلال، مشان إنه بكرة لما أصحى بلاقي أكل جاهز لإنه ما عندي شو أطبخ إنه أنا بطبخ. يا بس على فكرة دايما تسألوني عن طريقة نومي انه كيف يعني بتنظمي وقتك، انا ما عنديش نوم منظم اطلاقا، يعني على حسب الدراسة كيف وعلى حسب كمان الضغط كيف بيكون. ما يسمع عم تمسخر علي تقول لحاجة ميرا قلب الحبيب، وانتي حاجة شو؟ انا حاجة I love you من الشتا بالساعة حبتها. بيقولوا لي على فكرة انا وانتي دايما بيقولوا لي نشبه لبعض، شو رأيك عن جد بنشبه لبعض؟ بجد مش حاسة. شايف شو بدخل؟ اوكي احنا هلا وصلنا للمطعم يا جماعه الحلال، اكتشفتوا هاي البنوته الحلوه هناك. كلمه حلال اطباق بتشهي. ما هذا هو المطعم؟ بينما الجميع ياكلون في المأكولات هاي الطيبه، انا بشرب شاي. ما شربش الشاي، بشرب ازازه. انا ما شربش الشاي. تشرب ايه؟ اشرب شاي. انا حامل الصح، مش هشرب حشيش. شوف حاسه كيف تطلع فين. انا مش هشرب حشيش، البنت ظاهر وطول عمره هيفضل طاهر. ليش ما جبتلناش من فيلم هيك؟ بيمسكوك في المطار. مش اصلا الفكره في مخي انه انا ممكن اتجرأ اني انا اجرب حشيش، يعني حتى مجرد الفكره انه بتخطر على بالي مستحيل. شوف المقاس بتمشي زي المعاق. اوكي هلا مروحين للبيت. اهلا بكم في المزرعة السعيدة. هلا رجعت للبيت، هلا تقريبا وصلت 24 ساعة وانا مني نايمة، حاسة حالي انه انا فاقد الوعي، فلهيك بقلكم تصبحون على واقع افضل. بشوفكم بعدين. اللي مو مشترك في القناة اشترك هلا هسا دلوقتي. هلا والله بالحلوين بالامامير، شايفين عيوني حمرة. لسه بدي ارجع انا، اول شيء ابلش فيه لما ارجع لايك من انه هيك لما انا برجع بالبيت، بعدين انه انام زي ما شفتوني هلا اكل. انا ما فيني، اهم شيء عندي الاكل. ما فيني اذاكر بدون اكل، لايك او ما فيني اذاكر بدون انا ما بكون شبعانه، يو نو، يعني اذا كنت جعانه مخي راح يضل بس يشتغل في الاكل، ومستحيل اقدر يعني اذاكر، وكمان بكون كثير معصب. بعتقد انه هالشيء كثير كمان في كثير العالم انه هيك لما بنكون جيعانين بنعصب. جماعه بلا ما تستحوا عن جد عم اقول لكم تفضلوا،
ليش مستحين؟ عن جد ما بدكم؟ في حدا بيرفض اللحم تقول عليه لا؟ فيجن جماعة الفيجيتيريان. طيب ماشي براحتكم على فكرة، ما عنديش مشكلة، أنا متصالحة مع الموضوع. بتعرفوا لما تكونوا عم تضحكوا مع حالكم؟ أنا حاسة حالي هيك. Later. أول شيء نصيحة، لما تكونوا عسلين إنكم تتحمموا بالمية الباردة، لأنها كتير 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 بتصحي، وسكب كتير على وشي مية باردة عشان أصحصح. Of course my coffee. أنا بشرب كابتشينو كالعادة. هون نحضر كل ملخصاتي. رجع حفظي already أنا حافظة. أول شيء رح بلش به هو الحفظ، لأنه طاقة تركيزي بتكون كتير عالية، فبحب إنه أنا أبلش أحفظ، ولانه عندي بعض القليل من السويعات من الان عندي اكزام. بتعرفي شيء؟ ايه سرحتك بيه او ما سرحت؟ ما تقوليش ما سرحتكش بيه. هو ايه؟ الطب دمر حياتي. ذاكر اكيد راح يكون جنبي المي. انا دايما بحكي لكم في كل الفيديوز تبعي اللي حكيت فيها عن المذاكره، راح تلاقوا فيه انه انا حاكيه عن المي، لانه كتير بتنشط الدوره الدمويه. غير عن الشيء الاهم، انه انا اذا بدي اسهر مثلا بروح علي النوم بشرب كثير مي، عشان هيك رايحه ماشيه على التواليت فما بنام. جماعة أنا لما ببل من مذاكرة أو لما بخلص شيء بعطي لحالي هيك شيء ربع ساعة إنه أنا بستمتع فيها. وفتحت اليوتيوب بالصدفة لقيت هاليوتيوب اليوتيوبر المغربي. إذا أنتوا بتفهموا على اللهجة المغربية فبنصحكم تشوف الفيديو، لأنه بفرقع من الضحك. كمان شفت مسرحية بتحكي على نفس الموضوع، هاتكم فيديوهات تحت في الديسكريبشن بوكس، روح حضروه بيموت من الضحك. احضروا أنتوا كمان زي هيك في البريك. كيف تلاجة الثلاجة ماشي هي جاء سلسلية بلاكارة الثلاجة ماشي، مشكلة بلاكارة الثلاجة الثلاجة شنو صار فيها؟ حلقة اليوم رح يكون عن الأحياء، سمولي الأعضاء أو مناطق. أنا ما بعرفش كتير بحكي بالعربي، بس بحب أفسر لكم إنه مناطق أو الأعضاء الجهاز الهضمي. حاسة إنه أنا عم بقدم مادة بيض. يلا هيك اللي حابين يفوتوا طب هيك عم احمسكم شوي. عن جد لازمكم كلكم تجاوبوا، اذا ما جاوبتوا عن جد رح ازعل منكم. اذا انت او انتي بدكم اسمكم يظهر في الفيديو الجاي اكتبوا لي تحت التعليق، رح اذكر اسماء 3 تعليقات ايجابيه بالفيديو الجاي. حطوا لهذا الفيديو بيج لايك، تابعوني على الانستغرام، دير بالك مع حالكم احلامكم وقلوبكم. نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم. ارمانيا بيبي سلامتكم سلام. باي. ليتس والله شبه ستي بتصور. انا شبه ستك؟ انا شبه عايزه تخسي كم كيلوغرام؟ ما تاكليش الصبح. ازاي ازاي انا اقول لك بس ازاي؟